نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. دي آية جميلة جدا جدا بتحدد ما يسمى إيه؟ يسمى إيه؟ أوضاع الجماع. يعني أوضاع الجماع؟ بيقول نساؤكم حرث لكم، ده الحرث. أنت بتبذر في مكان الحرث في الرحم، من الأمام، من المستلقية، من أمام، من الخلف، المهم كله يكون في مكان الحرث، وقوفا ركودا قعودا، مش على من رجليها، يعني بص أي وضع، المهم يكون في مكان الحرث. كلام جامد ده. طبعا في شباب كتير بيقروا الحكاية دي. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقدموا لأنفسكم. بس شرط التقديم بقى، مقدم ازاي؟ ها كيف اقدم؟ طبعا هجيب اوراقي واقول لها اتفضلي ادي الاوراق بتاعتي. وقدموا لانفسكم معناه يقول النبي صلى الله عليه وسلم قدم لنفسك، يعني بالكلمه الطيبه، بالقبله الجميله، بالهديه، بالسلام، بالكلام الحلو. لكن في بعض الرجال اللي عندهم شذوذ والعياذ بالله بيضرب مراته علقه محترمه عشان يجامعها، وطبعا ده شغل حيوانات مش كده ولا ايه؟ ده شغل حيوانات، لكن في ناس بتحب شغل حيوانات. لكن ربنا لما قال لنسائكم حرث لكم فاتوا حرثكم ان شئتم وقدموا لانفسكم، ها عطر بقى ونظافه بقى وغسيل سنان، وبيتزوق الراجل عمال يتزوق وبيغسل سنانه، يحط برفان، ها رايح يقابل واحده بره، ولا اكيد بيتزوق لزوجته؟ طبعا زوجته تقوم تعمل زيه وتغسل سنانها وتسرح شعرها بقى وتنط، مش كده ولا ايه؟ لكن زوجته تقول له اضرب دماغك في الحيط؟ ما ينفعش. نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم وقد أنفسكم واتقوا الله عليكم أنكم ولا قوة بشر. الكلام ده أول مرة نسمعه في القرآن ده والله، بس في ناس أول مرة تسمعه. ما علينا، اللي بعده. ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض. اعتزلوهم مش طلقوهم ولا رموهم في بيت أهليهم، اعتزلوهم بس تجنب. والتجنب مش معناه أنك ما تاكلش معاه وما تعوش، لا لا، تجنب معناه تجنب الجماع بس. هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. خلاص؟ فإذا تطهرن، مش بس طهرت، ده تطهرت. طهرت يعني انقطع الدم، لكن تطهرت استحمت. طب نعمل إيه في البنات اللي بتتقطع الدورة ما بتستحماش؟ ها؟ نضربها دماغها في الحيطة هي وأهلها، عشان أهلها ما ربوهاش. لو كان أهلها ربوها على إن في حاجة اسمها حيض واغتسال، كانت لما راحت عند جوزها تغتسل. إحنا عندنا مصيبة، مش مصدقين والله العظيم. عندنا مصايب. قل هو أذن فاعتزل النساء في المحيض ولا تقربون حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المطهرين. ربنا بيحب الناس اللي بيستحموا. ربنا بيحب الناس اللي بيستحموا، بس ما يطلعوش في الهواء، لأنه لو استحمى وطلع قدام المروحة ياخد نزل البرد كده، لا هيجامع ولا يعمل. وما ينفعش تطلع من الحمام بارد كده وتاخد لفحة هواء، مش هينفع والله. غير للذين يولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر فإن شاء الله غفور رحيم. عندنا نسبة أو حاجة اسمها الإيلاء. ما هو الإيلاء؟ الإيلاء أن يحلف الرجل ألا يقرب زوجته. ممكن أحلف إن أنا ما أقربش من مراتي قد إيه؟ شهر ماشي، شهرين ماشي، لكن أكتر من كده؟ ها؟ أكتر من كده؟ يبقى للذين يقولون من نسائهم تربصوا أربعة أشهر. طيب هل ده حلف إن هو ما يقرب لزوجته أربع شهور؟ طب هل في واحد ممكن يبعد عن زوجته أكتر من أربع شهور من غير ما يحلف؟ مين ده؟ ها؟ يا محبوس يا إيه؟ يا مريض يا مسافر. المحبوس ربنا يفك أسره، مش كده ولا إيه؟ يعني المحبوس ربنا يفك أسره. بالمناسبة القانون بيعطي للمرأة الحق إذا حكم على زوجها بأكثر من سنة سجن، يعني خد 3 سنين و4 سنين من حقها إنها إيه؟ تطلب الطلاق. شفت بقى إحنا عندنا أحكام إزاي؟ يبقى للذين يقولون من نسائهم تربصوا كام؟ أربعة أشهر. أربعة أشهر ها؟ سفر. طب في ناس أنا أعرفها قضوا عمرهم كله سفر، يعني يا دكتور؟ أه والله العظيم، ناس من بحر، من صعيد، مسافرين بقالهم 20 سنة، بينزل كل سنة شهر أو كل سنتين شهر، وتأتي بولد أو بنت. ففي ناس مسافرين بقالهم 20 سنة وسايبين زوجتهم وعندهم 10 عيال، مش علاقة.
يرجع بعد ما يتعب بقى بعد الخمسين بعد الستين، جاي يرجع يلاقي البنات اتجوزت والشباب اتخرج والدنيا خلصت، وهو قضى عمره كله مسافر. مسافر ليه؟ لقمة العيش ولقمة الجيك ولقمة الجاتوه، يعني ده ما يرضيش ربنا. انت هتسافر اكتر من ست شهور يبقى لازم تاخد زوجتك معاك، وإلا تسيب الشغل وترجع. الكلام ده ما بيرضيش ناس كتير، لان في ناس مقضية عمرها كله سفر. والله العظيم، والله اعرف الاف الرجال عمرهم كله سفر، والبيت والزوجة حسب ما اتفق. ده اي كلام يا عبد السلام، اي كلام. ممكن يكون راجل مسلك نفسه بطريقة تانية، او متجوز هنا ومتجوز هناك، ممكن. لكن مسألة للذين يقولون من نسائهم، اللي هو حلف ان هو ما يقرب من مراته 4 شهور سواء بسفر او بمرض، من حق الزوجة اذا طال السفر او طال الحبس ان تطالب بالايه؟ بالطلاق. نقلب. والذين يتوفون منكم يذرون ازواجا يتربصن بانفسهن 4 اشهر و10. دي اسمها عدة ايه؟ عدة الوفاة. العدة بتاعت المرأة كذا نوع. يعني ايه عدة الاول؟ العدة فترة تعدها المرأة حتى تنطلق إلى زوج آخر. لو بالطلاق يبقى 3 أشهر، 3 قروء لو بالطلاق. طيب لو هي حامل، عدة الحامل أن تضع حملها. هو طلقها في الشهر الثالث عشان هو متخلف عقليا، قعدت 6 شهور وولدت، مش هتتجوز قبل حتى ما ينتهي النفاس. يبقى عدة الحامل ها أن تضع مولودها وتطهر. طيب وعدة المتوفى عنها زوجها؟ معلش، حامل في الشهر الثامن او التاسع. اي وقت هي حامل وخلاص، مش هتكمل 3 اشهر في الطلاق. ما هو احنا حمل عدة الثلاث اشهر دي للمطلقة غير الحامل، مش حامل حضرتك. لكن لو امرأة حامل عدتها كام؟ حتى تضع حملها. قعدت بقى 6 اشهر 9 اشهر حسب من الحمل. يبقى عدة الحامل حتى تضع حملها. طب وعدة المتوفى عنها زوجها؟ ها؟ 4 اشهر و10. 4 شهور و10 ايام المفروض ان ما حدش يخطبها في الفترة دي. في بعض الناس تجاوزوا، قال لك الحداد الا تخرج المرأة من بيتها، والعدة الا تخرج المرأة من بيتها. يعني ايه؟ يعني عيانة مش تخرج؟ عندها شغل وبتأوي اسرة مش هتخرج؟ ففي كلام شغل مجانين. ما علينا، لدرجة ان واحد فات فتوى تشيب. واحدة ست في الحرم معاها جوزها، جوزها مات يوم عرفة، خلاص دخل المستشفى، تمام، فدفنوه أو يعني غسلوه دفنوه. وبعدين المرأة أكملت المناسك، خلصت عرفة، رجعت على مزدلفة، رمت الجمرات، عملت طواف. بتسأل واحد من المشايخ المنورين اللي عينيه مفتحة، بتقول له أعمل إيه زوجي مات؟ قال لا، تقطعي حجك وتعود الى بيتك عشان العده. طب اقطع حج ازاي والطيران موقوف وانا في وفد؟ امراه في وفد، الوفد ده بيتحرك مكه المدينه المزدلفه، وفد، اسيب الوفد واقعد في بيت او ام ازاي انا؟ لكن طبعا في ناس والعياذ بالله عندها خلل، سنعملها ايه؟ فاذا مهم جدا، الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا تربصنا بانفسنا 4 اشهر و10 فاذا بلغنا اجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلنا في انفسنا بمعروف. يعني بعد الـ4 شهور و10 ايام من حياتنا ايه؟ تتزين، تتعطر، تحط كحل، تحط مكياج، يعني تتزين الخطاب. لكن احنا في بلادنا النكد دي، بلادنا الحزن، اللي بتطلق او بيموت عنها زوجها مثلا او كذا، بيبقى اتحكم عليها بالموت. زي زمان العرب، العرب وفي الجاهليه كانت الزوجه لما تموت، اما يموت زوجها يقتلوها عشان يدفنوها معاه، او تورث. يعني ايه تورث؟ يعني يجي ابنه اذا كانت صغيره يعني يبني عليها ثوبه، خلاص بقت مراته. وربنا قال ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء الا ما قد سلف، ما ينفعش.